تستضيف موسكو معرض كنوز مقبرة توت عنخ آمون في 24 أغسطس القادم بمناسبة الاحتفال بالذكرى 80 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين مصر وروسيا. وذكر بيان لسفارة روسيا بالقاهرة أن المعرض سوف يعرض أكثر من 100 قطعة، منها نسخ طبق الأصل من القطع التي تم العثور عليها في المقبرة. كما أكدت السفارة أن توت عنخ آمون يعتبر رمزا لمصر القديمة في العالم الحديث، وأن الكنوز التي تم العثور عليها في المقبرة أعطت العلماء كمية هائلة من المعلومات لدراسة الفن المصري القديم، وأحدثت ضجة كبيرة في عالم الآثار.